ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الجينكنز ايجنت. احنا اتكلمنا على جينكنز قبل كده وشرحناه وفهمنا ان جينكنز ده بيستخدم عشان يبني ويتست الابليكيشن كونتينيوسلي، وده بيسهل الدنيا على الديفلوبرز ان هم يعملوا انتجريت للتشينجز بتاعتهم، وبرضو بيسهل على اليوزرز ان هم يحصلوا على فريش بيلد. طيب تخيلوا معايا كده، لو احنا عندنا 3 ديفلوبرز وكلهم بيستخدموا ريبوزيتوري واحدة بيعملوا بوش للكود بتاعهم عليها، وموصلين جينكنز بالريبوزيتوري دي عشان كل ما يحصل بوش جديدة جينكنز يعمل بيلد وتست جديد، وممكن كمان اخليه يعمل ديبلوي على البرودكشن. عرفنا احنا الكلام ده قبل كده وعملناه اكتر من مرة. طيب بخصوص الجينكنز ايجنت، فاكرين في الكوبرنيتيز لما قلنا ان احنا عندنا ماستر نود ووركر نودز؟ اهو جينكنز ايجنت ده زي الوركر نود كده. لما كنا بنستخدم جينكنز في كل الفيديوز اللي فاتت، كان جينكنز بيقوم بدور الماستر نود والوركر نود مع بعض، او بمعنى اصح دور الكنترولر، وده اللي هو الماستر وبرده سليف او ايجنت. طيب لما جينكنز بيقوم لوحده بدور الماستر والايجنت، لازمته ايه استخدم الايجنت؟ تخيل كده لو عندك ابلكيشن وانت بتعمل له ران على 3 اوبريتنج سيستم مختلفين، لينكس وويندوز وماك مثلا. بدل ما تعمل 3 جوبس مختلفين وكل واحده بتروح تعمل بيلد وتست وديبلوي على في ام حسب الاوبريتنج سيستم، وفي الحاله دي مش هيكون في كونسيستنسي ما بين الجوبس وبعضها، لانك لو زودت ستيج او ستيب في جوب منهم هتضطر تروح تزودها في التو جوبس التانيين. فاحنا ممكن نعمل جينكنز فايل واحد وجوه البايبلاين نحدد له الستيجز اللي هيعمل لها ران على اللينكس والستيجز اللي هيعمل لها ران على الويندوز، واعرفه انه يعمل ران للستيج دي على السليف او الايجنت الاولاني، والستيج التانية يعمل لها ران على ايجنت تاني. وساعتها لما اعمل ران للجوب مرة واحدة هكون متأكد انه بيعمل بيلد وتست وديبلوي على اكتر من اوبريتنج سيستم في نفس الوقت. طيب جينكنز ماستر او ككنترولر بيعمل ايه؟ جينكنز ماستر هو اللي بيسكيديول الجوبس على الايجنت، وهو اللي بيعمل ديسباتش للجوبس برضو على السليفز او الايجنت، هو اللي بيوزعها، وبرضو هو اللي بيعمل مونيتور على الايجنتس دي. ازاي بقى اعمل جينكنز ايجنت او اخلي بايبلاين يرن على ايجنت معين؟ ده اللي هنشوفه في الجزء العملي، خليكم معايا للاخر. يلا بينا نكمل الجزء العملي. انا هنا منزل جينكنز عادي على اوبونتو ومشغله على اللوكال هوست، هو اوريدي بيشتغل على بورت 8080. اول حاجه ازاي اعمل كرييت للجينكنز ايجنت؟ هدخل على مانج جينكنز، وهاجي هنا ادخل على مانج نودز اند كلاودز، وهروح اقول له نيو نود، هديها اسم جينكنز سليف 3، واقول له ان دي بيرمننت ايجنت، او لو انا عندي اكتر من ايجنت زي بعض اقول له كوبي اكزيستنج نود وادي له اسم النود دي. يعني انا مثلا عندي اكتر من واحده 1 او 2 ويعمل لي كوبي من الايجنت دي، فانا هخليها بيرمننت وهقول له كرييت. ده هنا اسم الايجنت، وده ديسكريبشن ممكن اكتب فيه ديسكريبشن بسيط عن الايجنت دي بتعمل ايه، وهنا نمبر اوف اكسكيوترز، وده اللي بقول له فيه الايجنت دي تقدر تعمل ران لكام جوب في نفس الوقت. هقول له مثلا هنا 2. الريموت رود دايركتوري ده المكان اللي هيبقى فيه النود دي. انا اوريدي هنا عامل مكان لكل الجينكنز ايجنتس، لو جيت هنا كده هلاقي جينكنز سليف 1 و 2 اللي موجودين على جينكنز. هعمل دايركتوري تاني هنا وهاخد الباث ده اروح اضيفه في جينكنز. ليبلز دي زي التاج كده، ممكن ادي ليبل لكل ايجنت او لمجموعه ايجنتس مع بعض، عشان لما اجي انفذ بايبلاين اقول له اعمل رن البايبلاين ده على كل الايجنتس اللي واخدين الليبل ده. فمثلا انا هسميها لينكس سليف، هسيب باقي الحاجات زي ما هي، وهاجي عند كاستم ورك دايركتوري باث هضيف نفس الباث ده.
آخر حاجة هعلم على use WebSocket عشان يكونكت بالجينكنز ماستر، وهروح بعد كده أعمل سيف. هلاقي الايجنت هنا موجودة بس معمول عليها إكس عشان لسه مش كونكتد. لو دخلت عليها كده هو كتب لي هنا عشان أعمل كونكت أرن الكوماندز دي. ده أول كوماند هيداونلود جار فايل وبعد كده هيعمل له رن بالجافا. فأنا هاخد أول كوماند كده وأروح في التيرمينال بما إن أنا جوه جينكن سليف 3. تمام، لو جيت كده هلاقي الفايل نزل وبعدين أعمل له رن. هو كده كونكتد. لو جيت كده على جينكنز وعملت هنا كده ريفرش هلاقي الاكس تشيلت وهو دلوقتي كونكتد. كده جينكنز ايجنت جاهز. تعالوا نروح نشوف هنستخدمه ازاي. اول طريقة ممكن استخدم بيها الجينكنز ايجنت اني اعمل جوب واحدد له ان الجوب دي تعمل لها رن على الايجنت دي بس. انا هستخدم في الجوب دي البروجكت بتاع ديف اوبس بايبلاين، هتلاقوه هنا على الريبوزيتوري بتاعتنا ديف اوبس بايبلاين. هروح على الهوم بيج وهقول له نيو ايتم وهقول له مثلا جينكنز ايجنت 3 تيست واختار فريستايل بروجكت. هتلاقوا هنا في اول سيكشن اخر حاجه مكتوبه ريستريكت وير ذيس بروجكت كان بي ران. هعلم عليها وهكتب هنا الليبل او اسم الايجنت. فانا هقول له جينكنز سليف 3، هخليه يستخدم البروجكت من جيت، هجيب الـ URL بتاع الريبوزيتوري وهعمل add للكريدنشلز. البرانش بتاعنا اسمه main وهاجي هنا في البيلد اقول له execute shell. طيب انا عندي هنا عايزه طبعا الاول يعمل cd جوه الدايركتوري اللي هو devops pipeline وكمان جوه لارافيل اب. دي اول خطوه. هقول له cd جوه ده وبعدين عايزه يعمل run للبلاي بوك اللي هو دوكر اللي هو بلاي بوك دي كومبوز، وده اللي هيعمل لنا دوكر كومبوز اب. فهاجي هنا اقول له انسبل انسبل بلاي بوك واسم الفايل انسبل داش دي كومبوز دوت، وهقول له سيف. تعال نروح نعمل بيلد للجوب ونشوف ايه اللي هيحصل. هقول له بيلد ناو، بدا يعمل ران. ممكن اشوفها هنا من بلو اوشن. تمام، هو رانينج وكتب لي هو بيلدينج ريموتلي اون جينكنز سليف 3، بس هو عمل فيل. هو تقريبا انا كاتب اسم الفايل غلط. playbook dash decompose مش انسبل dash decompose. طيب تعالوا نرجع كده تمام نعمل run تاني. اوكي تمام كده عمل run للفايل ودلوقتي بيعمل build للدوكر كومبوز. ممكن نبوز هنا ونكمل لما يخلص عشان هياخد وقت. لو جينا هنا عند الهوم بيج وجينا عند Jenkins slave 3 هتلاقوه هو بيرن الجوب دي على الايجنت ده. ولو فتحنا الايجنت ده كده هنلاقي ان في مرة احنا عملناه قبل كده وعمل فيل، المفروض ان هو دلوقتي بيرن تاني اهو running دلوقتي. تمام، عمل build وعمل run كمان للكمبوزر update وكده. تمام،
لو جيت هنا كده على البراوزر ودخلت على البورت اللي انا كنت محدده في الابليكيشن اللي هو بورت 5000، هلاقي الابليكيشن بتاعي شغال، وبورت 4000 هلاقي بي اتش بي ماي ادمن كمان شغال. ولو جيت هنا كده دوكر بي اس هلاقي 3 كونتينر شغالين. طيب دي كانت الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه ان انا اعمل رن لجينكنز فايل واحدد له في جينكنز فايل انه يران البايب لاين ده على ايجنت معين. هستخدم في الطريقه دي البروجكت اللي استخدمناه في جينكنز فايل الجزء الاول اللي هو سمبل بروجكت، هو ريبوزيتوري سمبل بروجكت. لو فاكرين في جينكنز فايل هنا احنا كنا كاتبين ايجنت اني، وقلت لكم ساعتها ان انا ممكن ارن البايب لاين ده على ايجنت معين. فخلينا نشوف هنعدلها ازاي. لو جيت هنا فتحت البروجكت وفتحت الجينكنز فايل، انا عايز احدد بدل اني دي، بدل ايجنت اني عايزه يران على جينكنز سليف 3 اللي احنا لسه عاملين له كرييت. فاجي اقول له هشيل اني دي وهفتح كيرلي براكت وهقول له ليبل وسينجل كوتس واقول له جينكنز سليف 3. انا اوريدي عامل كوميت للتشينجز دي على الديف برانش، فلو جينا هنا كده على الديف سامبل بروجكت جينكنز فايل هتلاقوا هنا هيران على جينكنز سليف 1. خلينا نعدلها خليها 3 ونكومت كمان مرة. تمام هقول له تمام. تعالوا نروح نعمل كرييت لي نيو جوب، هقول له هنا نيو ايتم واسميها جينكنز pipeline agent 3، والمره دي هختار pipeline. اوكي، ولو خدتوا بالكم هنا في البايبلاين مفيش الاوبشن ان انا احدد ان البايبلاين ده يران على agent معين، لان انا اوريدي بكتب الكلام ده في الجينكنز فايل. فلو رحت لاخر حاجه خالص هنا هقول له اختار البروجكت من هنا، نضيف اليو ار ال، والكريدنشلز، البرانش المره دي هنستخدم الديف، وجينكنز فايل موجود جوه سمبل بروجكت، وبعدين جينكنز فايل. تمام تمام كده، هنعمل سيف. بس قبل ما اعمل رن للجوب دي لازم اعمل ستوب وريموف للكونتينرز اللي عملت لهم كرييت من الجوب اللي فاتت، لان انا مستخدم نفس البورتس في البروجكت ده اللي هو 5000. فعشان ما تقابلكوش مشكله ويعمل فيل فلازم تعمل دوكر كومبوز داون الاول. لو اوريدي انت عامل كلون للريبوزيتوري دي عندك، هدخل هنا طبعا على البروجكت اللي هو اوريدي موجود على جيت هاب واحنا عملنا له رن من جيت هاب اللي هو ديف اوبس بايبلاين لارافيل اب. المكان اللي هو فيه دوكر كومبوز لازم اعمل دوكر كومبوز داون. ف هاجي هنا اقول له دوكر كومبوز داون، فهيعمل ستوب للكونتينر وبعدين يعمل لهم ريموف. لو في حد اول مره يتفرج على الفيديوز ومش عارف انا بعمل ايه، ياريت ترجع تتفرج على كل الفيديوز اللي فاتت بالترتيب، لان كل الفيديوز مرتبطة ببعضها. كده نقدر نروح نعمل ران للجوب التانية. تعالوا
تعالوا نعمل build ونشوفه هيعمل ايه. تمام، تمام، هو كده خلص. ولو جيت هنا كده على نفس البورت اللي هو 5000 ده، عملت ريفرش، هلاقي الابليكيشن بتاعي شغال كده. هو عمل لنا رن للبايب لاين باستخدام الجينكنز فايل على جينكنز ايجنت 3 اللي احنا حددناه له. وبكده نكون خلصنا جينكنز الجزء الرابع وتعرفنا على جينكنز ايجنت. استنوني في الجزء الخامس، هنتعلم ازاي نعمل ابجريد للجينكنز فيرجن. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا جدا، مع السلامة.